في تغريدته وصف الاثنين بدبيبه وبشاغه. انت ما قريتش التغريده ولا شنو؟ التغريده خلينا نقرا عليك. لقد شجعتني مكالمه هذا المساء مع كل من رئيس حكومه الوحده الوطنيه دبيبه وفتحي بشاغه. ثانيا، اوباما ما قالش انا نادم على اسقاط النظام في ليبيا. عادي اقراها بالانجليزي ولا ترجمتها من وزاره الخارجيه بالعربي، يقول انا نادم ما كملناش العمل اعاده بناء الدوله. مش نادم على اسقاط النظام. ثالثا، تجيب على في ذكر حسن لمين. انا نعرف حسن لمين يا سيدي، وحسن لمين ممكن كاف